بونيتا كتير صعبة هلأ الإنسان يواجه، يعني المواجهة على طول الناس بتهرب منها. يعني مثلا إذا أنت مخانقة مع حدا من أو زعلك حدا، ما بتردي على التليفون أو بتشوفي بتعملي حريك ما شفتيه بتبرمي. أنت من الأشخاص كمان اللي بتنشوا على أمور كتيرة أو بتفضلي ما تواجهي. في ناس عندها مشكلة بالمواجهة، مثلا بتقول لحدا تاني يحكي عنها لهي ما تحكي، ولا أنت بتواجهي؟ لا أنا بواجه، وهيدي مشكلة انه ما بترك شيء يكون مضايقني، ومرات بس تواجهي بتنحل المشكله. يعني بتصير اقول انا زمان مرات العكس، مرات بس بتواجهي اوقات بتطرحي شغله انت ما بدك تطنشيها، مثل ما انا كارينا اوقات بتطرح معي موضوع ما بدها تطنش عليه، شيء ما بتطلع راس اللي انه ياتنا فتحنا هالموضوع لو وصلنا لهون. هلا ما كارينا اعترفي مزبوط ولا لا؟ معلش ما انا وحده تكوني منيحه بحقي من وراك ارجع، بس هيدي معك ما بتحصل حقها يمكن لانه انا على طول جوزيف عطيني ما هلا ايه هي بتمرق لك. كملي، انا قطشتك ما تواخذيني بس ما قدرت ما اعبر لك. ما قدرت تطنش، ما قدرت تطنش. لا انا بواجه وبلاحظ انه دائما بربح وبرتاح بس واجه، لانه كنت عم بقول انه اذا ما بتكبر ما بتصغر الشغله وبتحط النقط على الحروف احسن. فش خلقك، فش خلقي اكيد. وفي كمان كنت عم تقولي شغله انه في مرات ناس اذا كتير بتضايقني بعمل حالي مش قاشعتها. اها خلص شغله منيحه. وسام بال انت شوف وسام هلا نحن بنطنش ولا بنطنش؟ ساعات كريم انه وسام نحن بنعرفها كثير منيح، يعني بسالك السؤال مش لنا انا كريم، ما بسالك السؤال للمشاهدين. يعني شو بتعرف انت جوزيف؟ بنعرف منيح انك اوقات بتطنش اوقات ما بتطنش. مؤخرا اللي صار معك طنشت عليه بالصحافه؟ لا دائما بطنش انا. انا يعني اذا بدك هو شفيع التطنيش. بس انتبه وسام، امرار التطنيش الكثير بيكون بيدل عن شوفة حال. يعني انت بتعتبر انه كل الناس بالنسبة لك ما بيعني لك رأيهم شو ما يحكوا سبا. ما حلو انا هيك بترتاحي شو بك؟ في اوقات ارتحتي بهالاستنتاج كريم؟ فكرة انت توقف اليوم؟ كريم رح وقف بستأذن وبمشي. ما بيصير شيء فيك. اوكي تفضل وسام. عملوا نحن ضيوف عندكم على قريبتين انتم مثل رجال ومرته. بس وسام ما عاد ما رويت لنا عطشنا. شو عطشان كثير؟ بتجاوب شاب شادي عطشان. لا عن جد عطشان؟ هلا بفهم عن جد اوقات التطنيش الزياده الناس بيفهموه شيء ثاني، بيفهموه انه الشخص شايف حاله مشان هيك ما عم بيعبر. انا بدي اسالك سؤال، اللي بيريحك انت اذا الناس شافته وشوفت حال ما بتعمليه؟ لا انا بعمل بريحني. ريت وانا بعمل بريحني. طيب شو اللي ريحك مؤخرا؟ مش هلا، لا بحكيك بالاخر وقت نقعد انا وياك راس براس بسالك اكثر. ما بعرف اذا بمجالكم في مواجهه او في تطنيش، يمكن مع الزبونات على شكل خفيف، يعني اوقات بتطنش لزبوني او زبوني بتطنش لزبون عفوا او زبون بتطنش او هالامور هيدي اللي بتصير. بس بالحياه اوقات بنعبر عن امور بتخلينا نروح لمطرح ابعد من انه عبرنا عن اللي بدنا نحكي. كلمة صعب السؤال بس انتبه. انا بعرفك انه انت حدا بتحب السؤال يكون عميق. فكر معي. ليك بس انتبه على شغله، يعني نمر عنده حجه بيقدر يعملها حتى لو كان معصب من حدا وطنش له، بس يخزق له البدله من جوا. يعني فيني اخزه، في عندي كذا شغله ممكن استعملها، كل شيء ضمن البدله فيني استعمله. لا بس بالحياه الطبيعيه انا شخص كثير قريب لوسام، يعني خبروني اخبار عني وضدي واشخاص قريبين واشخاص بعاد وبالصحافه خبروني اياه برجع بكمل موضوع ما كثير بعرف. طيب بين الكابل برايك وقت يطن افضل ما انه يواجهوا بعض بالاخطاء اللي بتصير؟ انا كرجال انه بتصير معنا شغله بين كابل، يعني بحس انه بعبر عنها دغري وبرجع بعدين بنسيها، بس بدك الطرف الثاني ينسى، الطرف الثاني ما مثله ما ينسى. جوزيف بدنا نشوف ميشيل، لان شكله ميشيل بيطنش كثير. شكله ميشيل ان شاء الله يا رب عيش له بين الخمس 6000 سنه. يعني هلا معدل العمر عنده. انا بدي قبل ما نبلش كل الاسئله، لان دائما نحن بيتهمونا البنات انه نحن اذا رحنا نشتري تياب او نخيط منا كثير، هو بلا شيء بيتهمونا بالنق. لا هي مش مظبوط. بدي عبالي اعرف الرجال وقت اللي يجي يخيط بدله وتياب بنق مثل لا
بالنسبه لا بدنا نشوف عن جد، بس هذه بلا دبلوماسيه، احكي الصراحه. ما بعجبك، ما في دبلوماسيه ابدا. تيجي خيط الرجال، يعني اول شيء يعني شخص شوي بهمه يكون مرتب. طبعا احنا لما نشتغل مع الكلاينت بنعطيه تفاصيل هو جاي طلبها، بس منه از نيئه از الومن. المراه نيئتها جاي من ورا موضه. الرجال كثير عارف شو بده، كثير واضح دائما. سو بعتبر انه انا عندي نق قليل نسبه للمراه، انه اليوم المراه انا بشتغل مع نسوان، بشتغل تيارات، بشتغل اوقات قصص للنسوان حسب المود. توعي الصبح شيء تنصح شي حالك شوي نصحاني، تقرا في كل شيء، اوقات تحسي حالك شيء ميك اب ظابط بتنبسطي كثير، يعني كلمة حلوة بتغيري لها المود تبعها، لما يتغير المود تبعها بصير باقي تفاصيل. هيك انا شوي نمر. مين الزبونات مثلا غير العرسان، يعني اللي بيجي عندك في اي طبقة من المجتمع بتجي؟ يعني هل الفقير ما في يجي خيط بدلة على قياسه بس بده يكون معه مصاري، بده يكون احواله ميسورة مثلا؟ ليك اول شيء انا لاين الاعراس هو 40% من شغلي. نعم. 60% من شغلي هو انا كلاسيك، يعني انا اليوم بقدم بدل لسياسيين، لمحامين، لرجال اعمال، لاشخاص عاديين، لشباب بعدهم مبلشين شغلهم، بدهم بدله تكون شوي اذا بدك تشبههم اكثر من انه بدله تشبه بيو، مثل ما بيجي بعبرولي انه بدي بدله يونغ، حس حالي بدي البس بدله. لانه البدله اللي عليها اسماء. اي مزبوط نعملها. اسماء ولا الاحرف؟ اسم يعني مثلا اسم الشخص على كل البدله بالقلم نفس البدله، يعني هاي البدله بلين بينزل فيها قلم، شوف كمان هذا القلم كله احرف تبعه له، هذه موجوده بنعملها. بس مكلفه هي؟ مكلفه. اي مكلفه. هذا كل شيء يعني صرت انت عم تعمل شغله كستمايزد لك اكثر. مطلوبه؟ يعني قد ايه؟ طبعا مطلوبه. يعني خذ رقم؟ يعني عم تحكي انت فوق ال 8000 دولار. فوق ال 8000 دولار. طيب شو؟ شو قماشه؟ عندك القماشه اول شيء، انت اليوم تعمل برودكشن لهي بس القماشه وبرا بايطاليا او بلندن تعملوا لك اياها، بدهم يوقفوا مكنه، بدهم يفوتوها على السيستم، بدهم يركبوا، بدهم يوقفوا كل شغلهم مشان يعملوها. هي اول شيء، هون تكلفه عاليه. نعم. ثاني شيء نوع القماشه، انت بدك تعمل هيك بروسيدر، بدك ماشي مرتب، يعني بدك تعمل كل شيء مرتب فيها لانه اوريدي انت عم تتعب تعملها. قماشه غالي، شغلها غالي، وطلبها غالي. واسمك قد ايه نسبه؟ نسبه الاسم هو بيجي على الشغل مع الفينشينج مع الكات مع كل شيء. انا شخص بعتبر حالي غالي بالنسبه له. بس قصه انه واحد سوري قصه انه واحد بيقدر قادر يعمل او مش قادر يعمل، انا بدي اقول لك شغله، كثير من زبايني اشخاص بحبوا يلبسوا، وفي عندي ناس قادرين ما بيصرفوا قد ما بيصرفوا الاشخاص اللي بحبوا اللبس. مزبوط. اذا انت شخص بتحب بكل اللبس بكل الحياه هيك اصلا. ايه. اذا بتحب انت شخص بحب اللبس فيك تجي لعندي تشتري بدله عادي، يعني ايه. ماني بخوف انا. طيب نمر، مين بقرر الموضه والالوان وشو دارج هلا؟ بالنسبه للرجال وبالنسبه للنسوان اعطيك فكره بشكل سريع. في شيء اسمه مكتب الالوان باوروبا، مكتب القماشات. بيعملوا فابريك جديده، بيعملوا الوان جديده، وببلشوا يبيعوها للديزاينرز، ببلشوا مش هيك؟ بتلاقي انت اليوم انه الموضه الاخضر راكب على كل الديزاينرز، ماشي معهم كلهم. بس صار هلا عم تتفاوت شوي الموضه بين انه اوقات بتلاقي شيء قصير، او بتلاقي شيء طويل، او بتلاقي يعني المنبع واسع. اوروبا، يعني الاساس الفكره من اوروبا، الالوان من اوروبا، القماش من اوروبا. لا روح ابعد من هيك، هي ايطاليا اليوم متحكمه بالموضه. مزبوط. لانه عندك فرنسا اليوم رواق شوي، رايد شوي، عندك اليوم انجلترا، عم بحكي بالرجال، انجلترا كانت هي اعظم خياطه بالعالم. بعدها لكن اليوم بدك شويه موضه، بدك شويه تاتش صغير، هذا الايطالي اليوم اخذ هو ما الجو. في منافسه عفوا رشا بالنسبه لإلي انا؟ ايه ما في منافسه، ما بنحس في منافسه كثير بالمصممين الرجالي بلبنان تحديدا. أيه ما في يعني ما في مين في؟ ما في. في اسماء؟ ما بعتقد. انتبه، في انا جاي من تصميم وخياطه. هلا في منافسه اكيد موجوده، مع احترامي لكثير من الاشخاص ما بدي الغي حدا، ولكن منافسه مش عدد مثل المصممين النسائيين. انا بروح بقول يا ريت في منافسه. لا خليني اقول لك، في خياطين حرفيين بس ما في مصممين. تفرق، في اشخاص شاطره بالخياطه. عملت ثروه؟ ولكن ماشي الحال. لا ما كثير. انا كل شيء معي، كل شيء بطلعه بحطه بشغله. دعايات هون، دعايات باوروبا، الفاشن شوز، التصوير، كل شيء بروفيشنال. اللوكيشن تبعي هذا اكثر شيء انا بصرف عليه. ممكن لا بدنا نشوف شو بيلبق لك هلا الالوان، بدنا نناقش نحن الالوان. على نمر، انت من الاشخاص اللي هلا لا شك انه الكمبيوتر كمان ساهم شوي بالحد من استعمال الورق، يعني قطع الاشجار، يعني ايكو فريندلي اذا في اقول، يعني ما بعرف اذا الكمبيوتر ايكو فريندلي ما بعرف، بس انه ساهم بانه ما بقى يصير في استهلاك للورق
هالقد. نمر انت كمان من مثلا اذا بدك موسوعة مثلا، موسوعة كانت تاخد 10,000 كيلومتر بالأوضة عنا أو بالسالون، كنا نحب نحط الموسوعات أهلنا يحطونا هن. هلأ فيك تنزلها على تليفونك أكبر موسوعة موجودة. هلأ في كمان في شيء اسمه آي بوك، اللي هو إذا بدك تقرأ كتاب تقريبا شيء مدروس مشان ما يزيلك عينيك، بيعطيك الفيلم كأنه هو كتاب، نفس الورقة نفس كل شيء. أنا ما كتير يعني بعت الهم الورق والطباعة ما كتير بس أنا إذا بدي أقرأ بدي أقرأ كتاب وبيعني لي أول صفحة وخليه عندي أرجع أقول لحدا تاني يقريه، عمل له أندرلاين إذا في شيء عجبني، وبصير في علاقة مثل ما عم نقول يعني بغير معنى إنه هيدا الكتاب بصير موجود عندك بالكوليكسيون تبع الكتب تبعيتي. بس أنا ماني أصحاب مع أصلاً كتير التكنولوجي. I use it for certain purposes مثل ما بقول الوسام، بس ما بحط تحت باطي بعد نسيت. بس تصير حمل 3-4 قصيك، ما انت اسم الله عليك بيحملوا لك يعني. فبنضطر سوري يعني بتعرف نحن الناس اللي مثلنا بيحطوا تحت باطي وبيحملوا شنط وبيمشوا.